شاء الله تبارك الله. طريق الشفلان تصوير ياسر الصاعدي. وهنا الأوضاع على وادي غزال. وادي غزال الآن تاوى الرش الخفيف علينا في وادي غزال. ويلا من فضلك ما شاء الله تبارك الله. اسمع صوت المطر. يا الله من فضلك. ما شاء الله بدت الصواعق الحين. الطريق اللي طلعك على الشفا الآن من وادي غزال على الشفا. ما شاء الله تبارك الله. يا الله لك الحمد والشكر. هذا ابو مهند. ايوه طلع المظلة. مرحبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. من هنا باتجاه الشفا والطريق النازل يوديك الى وادي غزال. هذه الأجواء الآن. تصوير ياسر الصاعدي زي ما تشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا لك الحمد والشكر. الله تو أمطرت. يلا لك الحمد. شيء السحابة مرة طيب. أجواء الشفا الآن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله مطر وسيل وخير. اللهم لك الحمد. هذا ابو مهند مستمتع مع الامطار مدحدر مع الوادي. يا رب لك الحمد والشكر. خير اللهم لك الحمد. وادي غزال الان مطر سيل زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي غزال الآن. تصوير ياسر الصاعدي من وادي غزال.